جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ النهارده المحاضرة بتاعت Introduction to Medical Imaging. أنا الدكتور محمد عبد الفتاح، أستاذ الأشعة في القصر العيني ورئيس قسم الأشعة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. أول حاجة لازم يعني نعرف يعني إيه كلمة راديولوجي. راديولوجي is a medical specialty using medical imaging technologies to diagnose and treat patients. إحنا بنستخدم التكنولوجي بتاعت الطب علشان نشخص أمراض وعلشان نعالج البيشنتس. طيب، so what does this mean? We don't spend all day in a small dark room staring at a computer screen. يعني احنا مش بنقعد طول اليوم قاعدين في اوضه ضلمه وعمالين بقى ايه حاطين كده طول الوقت في عينينا في الكمبيوتر، لا. احنا برضو بنعيش برضو ايه حياه عاديه، لكن شغلنا كله بيبقى غالبا زي ما احنا بنقول كده قاعدين قدام الكمبيوتر وبنشخص افلام وبنشخص اشعاعات. طيب ايه هي السبيشاليتيز بتاعت الاشعه؟ السبيشاليتيز بتاعت الاشعه عندنا البريست اند وومن ايمجنج، عندنا البودي ايمجنج اللي هو بيشمل الابدومن والبلفس، الشيست والسريبرو فاسكولار سيستم، والنيورو راديولوجي والماسكروسكيتال راديولوجي والبيدياتريك راديولوجي والانترفينشن راديولوجي. كل دي الايتمز اللي هي من خلالها بيبقى في الديبارتمنت بتاع الاشعه، جزء منه بيبقى فيه هومن ايمجنج، جزء ما فيه بودي ايمجنج، جزء بتاع الشيست والكارديو فاسكولار، جزء بتاع النيورو راديولوجي، جزء بتاع الماسكروسكيتال، وجزء بتاع البيدياتريك، وجزء بتاع الانترفينشن راديولوجي. طب احنا دلوقتي بنستخدم ايه عشان نشخص؟ ايه اللي بنستخدمه عشان نشخص الـ الاشعه؟ اول حاجه الدياجنوستيك ايمجنج ستادز بتشمل ايه؟ Which of these modalities use ionizing radiation؟ في عندنا موداليتيز بنستخدمها علشان نستخدم بتستخدم ionizing radiation، وفي موداليتيز ما بتستخدمش ionizing radiation. الموداليتيز بتستخدم ionizing radiation اهم حاجه نعرفها هي الاكس راي. البلين اكس راي عباره عن تيوب بتاعت الاشعه، والتيوب بتاعت الاشعه دي بتوصلها بالكهرباء، ومتوصل بالكهرباء بطريقه ما بتطلع التيوب بتاعت الاشعه دي بتطلع الاكس راي بيم. الاكس راي بيم دون بناخده على فيلم حساس، الفيلم حساس دون لما بيخترق الاكس راي الجسم الانسان او الجزء المراد تصويره بتخرج منه الاشعه بحسب هي اخترقت ايه. اختراق الهواء مش زي اختراق العظم، مش زي اختراق السوفت تيشو. كل حاجه من دول بتعمل اتنويشن وبتعمل تغيير في مسار الاكس راي بيم اللي بيقع في الاخر على سكرين، ومن في الاخر لما بيقع على السكرين او الفيلم الحساس دون بتبقى الجزء اللي بيجي على الفيلم الحساس دون بيطلع منه الصوره بديفرنت شيبس اللي في الاخر بتطلع الصوره اللي احنا عارفينها في الاشعه. طيب عندنا مين بيستخدم تاني ايونايزنج راديشن؟ الاشعه المقطعيه. الاشعه المقطعيه هي اكتر تعقيدا شويه من الاشعه العاديه، ان احنا بنستخدم بنسل بيم، يعني خط من الاشعه بيقطع بياخد مقطع في جسم الانسان. فطبعا الاشعه المقطعيه دي علشان نتعامل احنا بناخد العيان ممكن يعمل اشعه مقطعيه تعمل له مثلا 10,000 مقطع، اللي هو لو احنا عملنا كل الجسم كله بيبقى البنسل بيم ده ممكن يكون السيكنس بتاعه اقل من الملي، يعني ممكن يبقى يكون مثلا 0.6 مللي. والكلام ده بنستخدمه في عمل الاشعاعات اللي هي بتاعه الاوعيه الدمويه بالذات، علشان محتاجين ان احنا ناخد مقاطع كتيره جدا بحيث ان احنا المقاطع دي لما نركبها على بعضها تدينا صوره فوليوم ديل الجزء المراد تصويره. طيب برضه الام ار اي، الام ار اي ده الكترو ماجنتيك ويفز. الكترو ماجنتيك ويفز دي برضه نوع من انواع الاشعه، بس دي ما هياش راديشن، دي الكترو ماجنتيك ويفز. طيب عندنا النيوكلير ايمجنج اللي هو السبيكت والبيت. كمان احنا دلوقتي العيان في النيوكلير ايمجنج ده والعيان بياخد ماده مشعه، الماده المشعه دي بتخش في الجسم بتحب تروح لحته معينه. يعني مثلا العيان مثلا نديله حاجه اسمها لوجلز ايودين. اللوجلز ايودين ده مثلا بيستخدم في حالات الثيرويد، لان الثيرويد الماده الاساسيه في تكوين الثيروكسين والثيروجلوبينز عندهم بتحب اليود، فاليود ده بيروح للثيرويد جلاند. فانا لو عايز اصور الثيرويد جلاند ممكن بدي العيان بدي له يود مشع. اليود المشع ده بعد ما ياخده العيان اليود المشع ده بيطلع راديشنز. الراديشنز زين في بقى مكنه ثانيه او جهاز ثاني، الجهاز ده هو اللي بيلقط الراديشن من الجسم بتاع الانسان ويطلعها لصوره.
برضو نفس القصه اللي لما نقص بقى نصور الجسم كله، في ماده ثانيه زي التكنيشيوم، في ماده زي الجاليوم، الماده دي بتروح لكل الجسم فبتصور كل الجسم، بتخرج من الواحد لما بياخدها في الوريد، الماده دي بتروح لكل الجسم وبتخرج من كل جسم، بحيث ان الماده الجهاز اللي هو بتاع النيوكلير ميديسن ده اللي هو بيسموه جاما كاميرا، الجاما كاميرا دي بتلقط الاشعه اللي خارجه من الجسم كله وبتحولها ايه لصوره. واخدين بالكم؟ الصوره دي ممكن تبقى صوره عاديه زي صوره البرين اكس راي على فيلم عادي خالص بنشوفها اللي هي 2D، 2D عاديه خالص، لكن ممكن تبقى الصوره دي بقى تبقى عامله زي صوره الايه سيكشنال، زي صوره السي تي وزي صوره الايه السي تي اللي احنا بنشوفها. بنعمل حاجه اسمها سبكت، ده جهاز اسمه سبكت اللي هو سنجل فوتون ايميشن كمبيوتر توموجرافي، او البيت سي تي اللي هو بوزيترون ايموشن توموجرافي اللي هو بيطلع الصوره، صوره الايه المدمجه مع كانها صوره اشعه مقطعيه مع صوره ايه نيوكلير او بيسموها ايه صوره اللي هي الجاما كاميرا العاديه. الالترا ساوند ده مختلف تماما، ده عباره عن الترا سونيك ويفز، احنا بيبقى فيه البروب اللي بنستخدمه بيتحط على جسم العيان دون، اللي بيتحط لو انتوا عملتوا سونار على البطن ولا حاجه قبل كده، البروب دون فيه جواه كريستلز، الكريستلز دي لما بتخبط في بعضها ولما بتتحرك يعني بتطلع الترا سونيك ويفز. الالترا سونيك ويفز دي ليها خاصيه ان هي بتخترق الحاجات اللي السوفت تيشو، لكن الحاجه اللي بتهندر حركتها هي الهواء والبونز، فلما بتخش من خلال الالترا سونيك ويفز دي بنستخدمها في تصوير بالذات البطن والسوفت تيشوز عندنا بتاعت النك، بنستخدمها كمان في الاوعيه الدمويه كدوبلر ستادي، بيبقى ليها تكنيك معين هيبقى ده تاخدوه بعد كده لما تتخصصوا في الاشعه بعد كده. الماموجرافي برضو ده اكس راي، ده اكس راي عاديه بس بنستخدم لو فولتج اكس راي، دي بنصور بيها البريست. البريست ده عباره عن سوفت تيشو، عباره عن فايبرو فاتي تيشو، بيحتاج لو فولتج اكس راي علشان نحصل على صوره الماموجرام. اخر حاجه عندنا هي الانجيوجرام. الانجيوجرافي ده كنا زمان بنعمل انجيوجرافي ان احنا بيبقى في جهاز كبير ديجيتال راديوجرافي، جهاز كبير ده جايبين العيان وبنحضره ان احنا نعمل له انجيوجرافي، بنجيب بيبقى في عندنا زي بدل لو تفتكروا الكانيولا في حاجه اسمها كانيولا مخصصه ان احنا بن 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 بنخش على الشريان دايركت على الشريان وبنحقن صبغه، الصبغه دي ممكن تتحقن دايركت عن طريق الكانولا دي او ممكن نخش عن طريق حاجه اسمها شيس وحاجه اسمها قسطره، بنخش على الشريان اللي احنا عاوزين نصوره سواء كان بقى فيمورال سواء كان مثلا اورطه سواء كان شرايين القلب نفسها، بنوصل لها عن طريق قساطر معينه ونصورها دايركت على طول. القصه دي دلوقتي اتغلبنا عليها بدل ان كان دي فيها شويه هازرز، العيان بيتعرض لاشعه كتير، العيان طبعا بيبقى فيها برضو هارم كتير قوي، اتغلبنا عليها دلوقتي بنعمل حاجه اسمها سي تي انجيوجرافي، ان العيان دلوقتي استغلينا ان السي تي والمالتي سلايس سي تي ممكن يستخدم في عمل السي تي انجيوجرافي. الفلوروسكوبي دون انتوا اللي هو ان احنا بنخش في بنقصد نصور عيان عاوزين نشوف الصوره زي ما انت بتصور صوره تفتح السكرين بتاعت الكاميرا او الكاميرا بتاعتك بتفتحها قبل ما تاخد الصوره، فانت عاوز تشوف الصوره، ده حاجه سيمبل شبهها كده بالظبط، ان انت مثلا عاوز تصور صوره باريوم، عاوز تصور العيان على اي جزء من اجزاء وعاوز تشوف الصوره دي قبل ما انت تاخد الصوره، عاوز تشوف مثلا بنعمل عين باريوم مين مثلا، عاوزين نشوف منظر الكاب، نشوف منظر الديودينم، نشوف منظر اذا كان في ألسر ولا حاجه، بنصورها دي وناخد عليها صوره اسمها ايه قبل ما انت تاخد الصوره بالظبط، فانت بتاخد وضع معين او وضع للصوره قبل ما تصورها. ده الفلوروسكوب. طيب هو ده الراديولوجيست نيد، الراديولوجيست محتاج ايه؟ انت محتاج ايه علشان تشخص؟ اهم حاجه عندك هو انك انت ليه الفحص ده هتعمله دلوقتي؟ الانديكيشنز اوف ذا اكزامينشن. الانديكيشن اوف ذا اكزامينشن ده بيبقى انت محتاج ان العيان ده يتاخد منه هيستوري كويس، عشان كده الهيستوري تيكينج ده مهم جدا. عيان عنده دلوقتي ويكنس في الرايت سايد، عنده اكيوت ويكنس في الرايت سايد اوف ذا بودي، هايبر تنسيف، يبقى انت دلوقتي العيان ده هتقول له انا عايز اعمل سي تي برين علشان اشخص اذا كان العيان ده عنده انفاركشن ولا لا. عيان عنده ديسنيا، طب الديسنيا دي دلوقتي الديسنيا هل الديسنيا اون اكزيرشن ولا الديسنيا دي لان هو عنده فيفر دلوقتي وعنده كف؟ لو ديسنيا اون اكزيرشن بفكر في حاجه كاردياك، فانا مهتم جدا في التشخيص بتاعي اشوف الهارت واشوف الايه الاسباب اللي عامل الديسنيا اون اكزيرشن،
فمهم جدا الانديكيشنز. ثانيا ان احيانا الهيستوري بتاع العيان بيتيلر الدكتور لنوع الاكزامينيشن اللي يتعمل. يعني زي ما احنا بنقول مثلا عيان دلوقتي عنده واقع من فول فروم هايت، الفول فروم هايت انت محتاج له، هل انت محتاج تعمل له ام ار اي دلوقتي ولا افضل حاجه يتعمل له الاكس راي والسي تي؟ الاكس راي والسي تي دي فيري ده رابيد موداليتيز، هي والسي تي بتخلي العيان ان انت ممكن تشخصه بسرعه. وممكن بقى من لما تعمل الاكس راي والسي تي بتاع العيان دون تبتدي بقى يتحدد حاجات معينه، ده محتاج فرزر اسس. عيان طلع مثلا عنده بتاع دون برين كونتيوجن، برين كونتيوجن دي انت عاوز تعمل لها فولو اب وتشوف الافكشن بتاعها جامد قوي، تعمل اللي بعد كده اللي عنده تعمل له ايه رنين. عنده سيرفايكال كورد انجري، سيرفايكال كورد انجري انت متوقعه لكن شايف ان في فراكشر في السيرفايكال فيرتبري بالسي تي، عايز تعمل له بعد كده فيرزر انفستيجيشن، هتعمل له بعد كده الايه الام ار اي. لكن مش هروح لعيان واقع جاي بهيد تروما دلوقتي او عنده مالتي تروما، واخدين اللي بالكم فول فروم هايت، راح اقول له روح اعمل ايه السيرفايكال، لازم اعمل له الحاجات الاولانيه دي عشان بعد كده ابتدي ادخله على المكان الصح. لان عنده ما ينفعش يتحط على جهاز الرنين مثلا لفتره طويله، هو قد يحتاج حاجه ثانيه كفيرست ايد تساعده في التشخيص بتاع حاجات ثانيه. فمهم جدا الهيستوري داون. عشان كده كان في ستامب الله يمسيه بالخير استاذنا الاستاذ دكتور محمد عقاب الله يرحمه، الراجل داون كان في انجلترا بيدرس الاف ار سي ار، هو اول واحد في مصر كلها واخد اف ار سي ار. كان عنده ستامب كده، الستامب بيقول لك نو هيستوري نو ريبورت، لو انت ما كتبتليش هيستوري انا مش هكتب لك ريبورت، مفيش اي مشكله خالص ولا تلومني. لان في حاجات كثيره جدا، انا اكبر مثال انك انت ممكن عيان مثلا عنده اكسترا ديورال هيماتوما، الاكسترا ديورال هيماتوما في عيان عنده عيانه عندها مثلا كانسر بريست، الاكسترا ديورال هيماتوما دي لو انت ما عندكش هيستوري العيانه دي عندها كانسر بريست ممكن تقول ان دي مينينجيال ديبوزيت، سهل قوي قلب مينينجيال ديبوزيت. فالهيستوري مهم جدا جدا جدا. طيب امتى العيان نعمل له سيديشن؟ لما يكون العيان بيتحرك، لما يكون طفل صغير، انت محتاج تحصل على صوره احسن، فبتعمل اللي عنده تجيب دكتور التخدير عشان يتخدر. طيب انت علشان تشخص كويس فانت محتاج حاجتين، محتاج انك انت يبقى عندك عارف النورمال اناتومي، النورمال اناتومي بتاع الريجن اللي انت بتصور، عارف النورمال اناتومي اوف ذا برين، عارف النورمال اناتومي اوف ذا سباين، عارف النورمال اناتومي اوف ذا تشيست، عارف النورمال اناتومي اوف ذا ابدومين، علشان كده تقدر بعد كده تقدر تلوكالايز الباثولوجي فين. لو انت بتشوف ان عيان عنده باثولوجي في الليفر يبقى انهي سيجمنت اوف ذا ليفر، عنده باثولوجي في البرين انهي ريجن اوف ذا برين، هل هو في البوستيرو فوسا، هل هو في البيزال جانجليا، هل هو في السنترم سيمي اوبان، هل هو في الكورونا رادياتا، هل هو في الاوبتيك راديشنز، في انهي مكان بالظبط عشان تقدر تلوكالايز عشان يبقى التشخيص بتاعك يفيد الدكتور المعالج. عندنا الاوبتيمال فيوينج، لازم يبقى انت عندك عشان تشوف تشخص كويس لازم يبقى عندك فيور كويس. كنا زمان بنشوف من قبل ما تبقى في القصه كلها باكس وتيلي راديولوجي وكل الشغلانه كلها اتقلبت السكرينز، كان لازم يبقى في فيور، بيبقى في فيلم الاشعه اللي هو البلاستيك داون بيتحط على الفيور ونشوف كويس. دلوقتي لا خلاص احنا بنشوف كل الحاجات على ايه؟ على المونيتورز وميديكال مونيتورز عشان نشوف الدنيا كويس. كل ما كان الدنيا الجو يكون اللايت مش عالي جدا وبتقدر تشوف كويس، يعني كل ما يكون اللايت اللي حواليك يبقى سيمي دارك تقدر تشوف كويس قوي. خلاص طبعا كل وانت بتشوف افلام تحاول ان مفيش حد يعمل لك ديستراكشن، يعني ما يبقاش فيه كل شويه حد يخش على الاوضه بتاعتك ويسالك سؤال. انت بتكتب تقرير، التقرير ده عباره عن حاله مريض او حاجه تخص المريض، حاجه مهمه جدا، ما ينفعش حد يخش معاك انت بتكتب كلمه حد دخل عملك ديستراكشن، تنسى نسيت حاجه بتعملها او كتبت حاجه غلط نتيجه لايه للديستراكشن. فلازم يكون الواحد قاعد في غرفه، الغرفه دي تكون هاديه الى حد ما، اللايت بتاعها لايت كويس، مفيش حد يعمل لك ايه ديستراكشن. دي ده الاكس راي فيوينج ستيشن. طيب احنا دلوقتي احنا عاوزين نشخص، هل احنا دلوقتي عشان تشخص العيان ده انت محتاج انك انت تشوف الصوره كويس، فاحنا مثلا الصوره دي احنا اول ما نشوفها هنقول خلاص واتس يور دايجنوزس، قول له ان في عندنا كومنيوتد فراكشر فين في الديستال فيبولا. خلاص طيب هل انت دلوقتي في ماس افكت، في تشارج، هل في انرجي انت استخدمتها؟ طيب انت دلوقتي في بتستخدم ايه عشان تشخص العيانين دلوقتي؟ يعني دلوقتي هنشوف بقى الاجهزه بتاعت اول جهاز عندنا ده كلنا شفناه لما لو رحنا دخلنا مستشفى او عندنا هنا في قسم الاشعه، هتشوف جهاز الديجيتال اكس راي زي ما انتم شايفين، ده عباره عن تيبل وعباره عن
ده التيبل بتاع اللي بيتحط عليها العيان، وده الباك اللي بيتحط فيه الكاسيت، ودون هنا التيوب اللي بتطلع مصدر الايه الاشعه. خلاص. طب بناخد الافلام دي، ممكن عيان عاوزين يصوروا شيست اكس راي، الشيست اكس راي بيكون عيان واقف، فلازم يكون فيه ستاند باكي زي ما انتم شايفين كده. المكان اللي هتصور فيه العيان لازم يكون فيه بروتكشن، يعني في بروتكشن يكون فيه ان المكان ده يكون انسوليتد بليد، يعني يكون مترصص، يعني بحيث ان العيان نفسه والاتموسفير اللي بره ما يتعرضش للراديشن، ما يبقاش فيه سكاترد راديشن او في راديشن تخرج بره تاذي الناس اللي بره. واخدين بالكم؟ يبقى الراديشن بس تبقى كونسنتريتد في اوضه الاشعه، ما تخرجش بره اوضه ايه الاشعه. في نفس الوقت الفني او الدكتور بيحمي نفسه، يا اما هو بيبقى موجود في الاوضه نفسها، المكان اللي بيدي بيه الكنترول روم بتاعته اللي بيدي بيها الاشعه بتكون بعيده عن الاوضه نفسها، زي ما انتم شايفين هنا هو قد الاوضه وهنا ده الكنترول روم بتاعته، او هو بيلبس ايه، بيلبس واقي للاشعه، بنسميه بدله اشعه، بدله رصاص بنسميها ايبرون. ده الجهاز ده ديجيتايزر او بنسميه اللي بيتحط فيه الكاسيت، اللي بياخده بتاخد اللي بياخد بيتحط فيه الكاسيت وبتتحول الصوره منه الى صوره ايه ديجيتالايزد، بياخدها الجهاز يحولها لنا ايه، ياخد كل الانفورميشن اللي موجوده على الكاسيت ويحولها لنا الى صوره في السكرين دي. ده منظر تاني ليه بعد ما الصوره بتتحول الجهاز ده بقى، دي الطباعه اللي بيطلع منها الافلام بعد كده اللي بنديها للمريض. يبقى الصوره الاولانيه ده اللي احنا بنحط فيها الكاسيت، والكاسيت ده بعد بيتقري بيقراه وبيحولها لنا لصوره في هنا اهو. بعد كده الفني بيروح طابع الصوره دي تتحول لفيلم يخرج من الجهاز البرينتر ده. زي ما انتم شايفين هنا دلوقتي احنا عندنا اللغه بتاعتنا اللينجو بتاعت الاشعه، يا اما بنتكلم بنقول يا دينستي يا اوباستي، في الام بي في السي تي بنقول دينستي، وفي الاكس راي بنقول ايه اوباستي. خلاص. طيب انت عندك الحاجات اللي بتشوفها في الاكس راي، عندك حاجه من ايه، من الحاجات الاربعه دول، يا مثل طفل صغير مثلا بالع كوين مثلا، او تلاقي مثلا الميتال دون عباره عن سيرجيكال ستيتشز موجوده، ممكن يكون هتشوف البون، البون بتاعت مثلا الفرتبري، البون بتاعت البلفس، البون بتاعت الفيمورا، ممكن تشوف السوفت تيشو اللي انتم شايفينه بره دون، ممكن تشوف جاس شادو اللي هو جوه الايه، جوه الباول لوز. خلاص. دي الحاجات الطبيعيه اللي انت بتشوفها وممكن تتعلق عليها، يا اما بتعلق على ميتال شادو، يا اما بتعلق على بون شادو، بتعلق على سوفت شادو، يا اما بتعلق على ايه جاز شادو. طيب احنا هنا دلوقتي عندنا 3 things can happen where on this image I have x-ray pass through the body to the greatest degree. يعني عندنا الاكس راي لما بتعدي خلال الهواء ده البنتريشن بتاعها بتعدي بسرعه، ان الهواء ما بيعملش اوبستكل للاكس راي، فتلاقي الصوره عندك ايه، المنظر بتاع الاكس راي بتاعتنا كده ايه، بتاع الاكس راي عندك الهواء لونه اسود اللي هي دي اللانج دي. طب الصور اللي بالعرض دي كلها دي الريبس اللي هي الايه، اللي هي ما عملتش، عملت شويه ايه اتنويشن للبيم بتاعت الاكس راي اللي انتم شايفينه ده، بيظهر عندك العظم الابيض ده، ان كل ما الاشعه بتعدي بتروح حرقه الجزء اللي قصادها في الكاسيت او في الفيلم يعني، فالمكان بتاعها يبقى اسود، لو ما عدتش يبقى المكان بتاعها ده يبقى ايه؟ لونه ابيض، فالعظم عندنا بتاعنا بيبان لونه ايه؟ يبقى شكله كده رمادي، ان هو ايه؟ عمل شويه اتنويشن لمين؟ للاكس راي. نفس القصه عندنا السوفت تيشو اللي انتم شايفينه ده، السوفت تيشو بيبان لونه ايه؟ لونه زي ما انتم كده شايفين رمادي كده، ده هنا السوفت تيشو بتاع الدفرام على الايه؟ على الليفر، الهواء اللي انتم شايفينه ده بتاع ايه؟ بتاع النستومك، اللي في النص ده الهارت. خلاص؟ الهارت انت من خلاله through the heart you see hardly اللي ايه جزء من اللانج وجزء من التراكيه زي ما انتم شايفين كده اهو، والايه والبرونكاي. خلاص. يبقى صوره الاكس راي بتاعتنا ده بتعرفك ان ازاي الاكس راي بتبقى لما بتبنتريت الجسم بتتحول ل بتاخد يا اما الهواء بتعرفه لنا، بتعرفك العظم، بتعرفك السوفت تيشو، حسب القدره على ان هي الجسم عمل اتنويشن للاكس راي ده. خلاص. طيب يبقى هي ممكن تباص all the way through the body زي عندنا مين؟ العظم دون، ممكن تبقى يحصل لها تبقى ديفليكتد، الصوره ممكن تبقى ديفليكتد تتعكس يعني، او ممكن تبقى ابزورب، تبقى ابزورب دي بقى العظم اللي هي ابزورب، ممكن تبقى تتعكس خالص، خدين بالكم لو العمليه كانت صعبه جدا ما بيعديش، ممكن تبقى ابزورب وتعدي زي ما احنا قلنا ايه في الهواء. طيب الاكس راي باثنج ثرو ذا تيشوز، عندنا هنا منظر قوي، عندنا ده مين ده؟ ده كوين.
خلاص لو انتوا بصيت كده اهو، ده هنا فيه كوين شادو صح، الكوين ده هو هنا ما عداش صح كده. طيب الكوين شادو ده لما تشوفه عندنا كام احتمال للكوين شادو ده؟ ان يكون على الجسم من بره صح كده، او يكون العيان طفل او الشخص بلع. خلاص يبقى ده احنا محتاجين نعرف الايه الهيستوري كويس. طب انا مش عارف اعمل ايه، لازم اعمل لاترال فيو على شوف ده هو فعلا بره ولا جوه. اوكي طيب نيجي بعد كده لو انت جبت الاكس راي بتاعتك دي وقضيت العيان دوز من الاكس راي قليله، كل ما كانت الدوز قليله يبقى قدره البنتريشن بتاعتها ايه؟ ضعيفه. يبقى انت دلوقتي ممكن لما تيجي تروح عامل عيان تروح تيجي تصوره باكس راي بسيطه ما بتعديش من الجسم، فممكن تبقى ايه بيطلع الفيلم بعديها بنسميه سوفت اكس راي او سوفت فيلم، مش واخد ديتيلز مش واخد تفاصيل. كل ما تكون جرعه الاشعه اكتر فبتحصل لها بنتريشن، لكن لو كانت اوفر بقى يتحرق الفيلم يبقى كل دي بتعدي جامد. يبقى انت عشان كده لازم تكون الدوز بتاعت الاشعه بتاعتك ايه دوز مظبوط، ولا هي هاير دوز ولا هي ايه لور دوز. خلاص طيب الاكس راي بتباص ثرو ذا بودي تو فيلم ريندر ذا فيلم دارك، يعني لو الاكس راي عدت بتخلي مكان الفيلم بتاعها اسود، لو ما عدتش هتسيب مكانها ايه ابيض. الاكس راي ذات ار توتالي بلوكد دو نوت ريتش ذا فيلم اند ريندر ذا فيلم لايت، يعني بهو وايت الاير بيخلي الاشعه تعدي صح كده، فعشان كده يبقى الفيلم شكله ايه دارك. الميتال ما بيخليش الفيلم يعدي الهواء الاكس راي تعدي، ان ده بيبلوك الاكس راي، فعشان كده مكانه بيبان على الفيلم ايه ابيض. اوكي طيب احنا لو بصينا كده ده ابيض ده اللي هو ايه ده ميتال. خلاص ده سوفت تيشو اللي هو بتاع الكدني اللي هو شكله ايه رمادي شويه. طيب ده هنا ايه ده فات. خلاص طيب هنا ده الابيض شويه، لو الرمادي ده مين ده العظم. اوكي يبقى انا عندي دلوقتي وعندي هنا في ايه الهواء الاسود، يبقى انا في الصوره دي عندي كذا حاجه، عندي ميتال ده منع ان الاشعه تعدي، عندي العظم شكله رمادي، عندي اللي هي السوفت تيشو بتاع ايه الكدنيز. خلاص اوكي يبقى انا عندي اير وفات وسوفت تيشو. طب لما تيجي تشوف اشعه لازم تعرف فين يمين وفين شمال، مهم جدا ان الفيلم اللي قدامك كان العيان باصص لك، يبقى ذا رايت اوف ذا بيشنت هو الليفت اوف يو. خلاص يبقى انت اللي باصص قدام لازم تعمل حسابك كده، كان العيان ايه الصوره لما تشوفها يبقى العيان كانه باصص لك، الا لو العيان اتصور صوره برور، لو العيان اتصور صوره برور يبقى لازم الفني يكتب لك رايت وليفت على الفيلم. خلاص كده اوكي الطبيعي ان لازم الافلام كلها يبقى عليها كلمه رايت او ليفت، خلاص بيتحط في مكان في الفيلم. اوكي ده طبيعي. السي تي نفس القصه برضه عشان ايه ما يحصلش فيه لخبطه، لان ممكن عيان يتصور شيست اكس راي وتلاقي الهارت في الناحيه اليمين، طب هل هو الفيلم العيان الديكستروكارديا ولا الفني ما صور الصوره غلط؟ خدوا بالكم، فلازم تبقى احنا عارفين بالظبط كده ايه نحط رايت وليفت. خلاص طيب الفلوروسكوبي زي ما قلنا ان احنا العيان بنحط اندر سكرين بنشوف بقى الصوره كانك فاتح الايه كانك فاتح اللايف من غير ما فيديو لايف كده، من غير ما بتصور ايه الصوره من غير ما بتريكورد بتبص تشوف بقى ايه، بينفعنا جدا في حالات الباريوم. خلاص فانت احسن حاجه في الصور بالفلوروسكوبي بيفيدك انك انت بتعرف البوزيشن المظبوط، يعني انت مثلا في الباريوم ميل بتصور العيان سوبايل بتصوره بترفع جنبه الـ 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 اليمين الـ اليمين شويه وبتاخد اوبليك شمال شويه برضو، وممكن تاخد برون ممكن تاخد برون اوبليك، كل الحاجات دي بتشوفها بتاخد احسن بوزيشن، واحسن بوزيشن بيوريك الاناتومي بيوريك الباثولوجي بتشوفه احسن فين في على السكرين. اوكي هي مشكلته في ايه بقى في الاكسبوجر بتاعك، انت لما بتبقى السكرين كتير بتتعرض لاكسبوجر كتير، فعشان كده لازم ان السكرين ده يكون ليميتد. اهم حاجه الفلوروسكوب ده بنستخدمه احسن حاجه فين في الاطفال، ليه؟ الاطفال ده هو اكتر مكان انت الطفل بتبقى انت عايز تصور صوره معينه بسرعه الطفل ما بيساعدكش، فانت بتروح ماسك الطفل وبتصور بتخلي الفني تمسك انت الوضع بتاعه وتظبط تخلي الفني ايه يكون معاك، لكن في الكبار الموضوع ممكن ايه يتصور بتبقى الموضوع اسهل شويه. خلاص طيب الماموجرام ده جهاز الماموجرافي زي ما انتم شايفين كده اهو، المكان ده هنا اهو ده اللي بيتحط فيه الثدي وتحتيه هنا الايه الكاسيت. خلاص وده هنا بتبقى عامله زي كومبريشن كده، والجهاز ممكن يلف بياخد بحاجه اسمها ميديو لاترال حاجه اسمها كرينيو كودر ميديو لاترال اوبليك، فالجهاز بيغير الوضع بتاعه زي ما انتم شايفين كده، دي تيوب وده مكان الكاسيت، وفوق الكاسيت بيتحط حاجه بتعمل كومبريشن للايه للثدي عشان يبقى ايه السوفت تيشو بتاع الثدي يطلع كله ايه مظبوط. خلاص
في الساد يهمنا جدا انت تتعلق على حاجه اسمها مايكرو كالسيفيكيشن، تعلق اذا كان في ماس ولا في اسيمتريكال دينستي، مهم جدا جدا جدا. يعني السكريننج بيتعمل تو فيوز اللي هم الميديو كودال، الميديو لاترال والكرينيو كودال. خلاص دي صوره اهي للكريني للميديو لاترال، ده صوره الجهاز السي تي بتاعنا اللي هو المالتي سلايس سي تي اللي عندنا في المستشفى. خلاص العيان هنا بيتصور، بنحط العيان هنا، ممكن تبقى العيان تحط راسه الاول اللي اسمها هيد فيرست، وده بيتقال على الجهاز، تكتب بيانات العيان وكده تطلع لك الصوره. الصوره دي ممكن تاخدها بقى، بتطلع كميه صور كتيره جدا بتاخدها، ممكن تصور العيان فروم ذا هيد تو دي تو، وكل سيكنس بتاخده ممكن اب تو اقل من 6 مللي، فبتبقى عندك الاف الصور. هذه الالاف الصور لو انت بتركبها على بعض ممكن تحصل على صوره فوليوم. الصوره الفوليوم دي ممكن تاخدها بقى، تاخدها للامعاء مثلا لو انت محضر، ده اسمه كولونوسكوب، كانك بتعمل العين كولونوسكوب بتشوف بقى الديتيلز من جوه، او ممكن تصور للبلاد فيسلز، او ممكن تصور اللنج تاخدها فوليوم، او تاخدها تروح مقطع من الصور دي بدل ما هي اكزيال سيكشن تاخدها كورونال او تاخدها ساجيتال حسب ايه الوضع اللي انت محتاجه. خلاص دي صور للسي تي، اكزيال سي تي للابدومين، اكزيال سي تي للبرين، اكزيال سي تي للشيست، كلها دي اكزامبلز عندنا. طيب السي تي اللينجو بتاعتنا بنتكلم على اتينويشن فاليو اللي هي الدنسيتي بتاعتنا، بيقول يا اما ده الليجن ده اوف لو اتينويشن يعني الدنسيتي بتاعته قليله يعني قريب للسواد، هاي اتينويشن يعني قريب للبياض، او بنقول هاي دنسيتي او لو دنسيتي، هاي دنسيتي يعني الدنسيتي بتاعته عاليه او لو دنسيتي. تملي بنقول كلمه انهانسمنت لما نحقن صبغه، لو الليجن ده خد صبغه او اتصبغ بالصبغه اللي بنحقنها للعيان بنسميه انهانسمنت. اللي بيقيسوا الدرجه بتاعت الاتينويشن ده بالشخص اللي اخترع الجهاز السي تي اسمه هاوس فيلد. الهاوس فيلد دون هو عمل يونتس، اليونتس دي هي دي اللي بنقيس بيها الايه الديجري بتاع الاتينويشن. كل ما كانت اليونتس بتاعتنا بالبوزيتيف كل ما كانت الدنس عاليه، كل ما كانت اليونتس بتاعتنا بالنيجاتيف او بالقليله كل ما كانت الدنس قليله. الهواء مثلا ماينس 1000، العضل بوزيتيف 1000، الفات ماي من ماينس 100 مثلا، الووتر من 0 لغايه 20، البلد عندك لايه من 25 ل 30 لغايه 50 60، واخدين اللي مالكم؟ البون اكتر من ايه؟ قلنا اكتر من 1000 لو هو ايه اللي هو الكومباكت بون، احيانا تبقى فين كالسفينت كالسفيكيشن تبقى قليله شويه. طيب هنا زي ما انتم شايفين ده الاير اللي بنسميها جاز لو دينستي او جاز لوسنسي. السكين شايفين الفات هنا شايفون اسود برضو زيه زي الايه زي الاير. طب انا بعرف الفرق بين ده وده ازاي؟ ممكن تجيب تقول للجهاز يقيس لك الدنس هنا، يطلع الدنس هنا مثلا ماينس 100 والهواء ده هنا يطلع ايه ماينس 1000. اوكي طيب النيوكليار ايمجنج قلنا ان العيان بياخد راديو اكتيف ماتيريال، الراديو اكتيف ماتيريال دي العيان بياخدها اما في الوريد اما بيشربها، والراديو اكتيف ماتيريال دي بتشع الماده دي اصلا بيحصل لها ديكي تتحلل وبتطلع اشعاع. الاشعه دي في بقى بدل في ماده في جهاز، الجهاز ده بيديتكت الاشعه دي اللي طالعه من الجسم وبيحولها لنا ايه بصوره اللي هي بنسميها صوره الجاما كاما. يا اما العيان بيتعمل بياخد حاجه زي كده بنروح عاملين له كمان يبقى دي الجاما كاميرا اللي موجوده دي تبقى احيانا تبقى مدمجه مع جهاز سي تي. الجهاز سي تي كان زمان اسمه سنجل فوتون ايميشن كمبيوتر توموجرافي، لما الدنيا تطورت قوي بقى البوزيترون ايموشن كمبيوتر دي توموجرافي اللي هو البيت سي تي دلوقتي. البيت سي تي هو عباره عن جهاز السي تي ومعاه الجاما كاميرا في نفس الجهاز، بياخد العيان الماده المشعه وبيشرب الصبغه بتاعت الاشعه وبياخد صبغه الاشعه، يعني بياخد كل حاجه خلاص، وبتطلع صوره مدمجه. ميزتها ايه؟ انك انت بتشوف الليجن وبتشوف الليجن ده الاكتيفيتي هل هو اكتيف ولا لا، بتقيس بقى الايه الماده المشعه اللي طالعه منه قد ايه. اوكي زي ما انتم شايفين كده ده الصوره لصوره مثلا الليفر سكان. خلاص فانت الليفر سكان بقى بتقول بتيجي هنا عندك الماده المشعه تكنيشن مثلا، وكل ما انت بتشوف اما بتشوف ايه الكاونتس بتشوف هنا اكتيفيتي، يعني بتشوف هنا في كاونتس او هنا في ايه الاكتيفيتي بتاعت الايه الحته اللي طالعه منه. دي صوره للايه للكاميرا، العام بينام هنا، الكاميرا دي هي اللي بتديتكت الاشعه اللي خارجه من جسم الانسان. خلاص بتطلع الصوره زي ما انتم شايفين كده، ده صوره اللي هي صوره زي صوره البون سكان زي ما انتم شايفين كده اهو، بيصور كل البودي. السبكت قلنا ده جهاز عباره عن بياخد الصوره يحولها لاجزي، الصوره اللي طالعه من الجسم الانسان بتتحول تروح للجاما كاميرا، بدل ما تبقى صوره زي صوره الاشعه اللي شفتها من شويه لا بتتحول كانها ايه اجزي سيكشنز خلاص او توموجرافيك سيكشنز.
السونار زي ما احنا قلنا هو عباره عن جهاز، الجهاز ده اهم حاجه في الجهاز ده هما حاجتين، الكمبيوتر بتاع الجهاز والبروب داون. البروب ده اغلى حاجه في الجهاز. البروب ده جواه كريستلز، الكريستلز دي بتشتغل حاجتين، انها بتطلع التراسونيك ويفز، والالتراسونيك ويفز بتخش الجسم وبترجع تاني من الجسم. هو اللي بيبقى بيشغل حاجتين، شغال بروحين، يا اما شغال ايميتر وترانسميتر، يعني بيستقبل ويرسل. هو بيستقبل بيرسل الالكترومغنيتيك ويفز، وبيستقبل الايه الالكترو بتاع ده الالتراسونيك ويفز اللي خارجه من جسم العيان. انا ادينا البروب لما اتحط على جسم العيان بيطلع التراسونيك ويفز، التراسونيك ويفز دي بتخش وهي داخله بتحصل لها اي ريفلكشن. لما تحصل لها ريفلكشن عند منطقه السكن بتدي صوره، لما يحصل لها ريفلكشن عند منطقه الليفر بتدي صوره، بيحصل لها ريفلكشن عند ال جوه في العض يحصل تدي صوره، فده بيبان لك زي ما انت بتشوف كده في صوره الايه الالترا ساوند. اهم حاجه ان يكون الانترفيس بين الالترا ساوند ويف البروب داون وجسم الشخص يكون فيه حاجه سوفت، عشان كده بنحط الجل، نحط الجل. خلاص ده صوره الالترا ساوند اهي. احيانا بقى الصوره بتاعت الالترا ساوند دي بناخد منها ايه صوره للفيسلز، ده بنسميه ايه، لو انت عايز بقى تشوف الفلو رايح اتجاه الفلو وهل في فلو، الفلو ده فينوس ولا ارتيريال، بنعمل حاجه اسمها دوبلر ايه دوبلر استادي. ايه ميزه الالترا ساوند؟ مفيش راديشن، ده الالترا ساوند بلاش راديشن خالص. الجهاز ممكن عندنا فيه جهاز بورتابل عامل زي الكمبيوتر كده طبعا، واقل في التكلفه. الحاجه اللي بتعيب الالترا ساوند انها اوبريتور ديبند، يعني ايه؟ يعني انا تخيلت ان الصوره اللي طالعه دي فوكال ليجن في الليفر او ورم في الليفر، غيري لا ده دي كان عباره عن ايه ارتفاكتس، فدي المشكله. فمين الحكم بقى؟ يبقى لازم تروح تشوف تعمل صوره ثابته، الصوره دي ما فيش فيها كلام، يبقى صوره رنين او صوره اشعه ايه مقطعيه. خلاص ده صوره الام ار اي. طبعا الام ار اي ده اسمه الام ار اي ده كلوزد ماشين، ده كلوزد ماشين ام ار اي برضو، ده كلوزد ماجنت. خلاص ده اوبن ام ار اي زي الجهاز اللي عندنا هنا بالظبط في جامعه مصر. احيانا بقى في حاجه اسمها اكستريميتي ام ار اي، احيانا الناس اللي عندهم حاجه اسمها كلاستروفوبيا، الكلاستروفوبيا دول بدل ما ادخله جوه الجهاز، انا عاوز اصور ايه؟ عاوز اصور الانكل او اصور النية او اصور الريست، بنجيب له جهاز موبايل كده اهو متوصل بفيشه، والجهاز العام بيقعد على الكرسي كده اهو بيتصور الجزء اللي بيتحط جوه الايه جوه الكويل زي ما انتم شايفين كده وجوه الجهاز. ده اوفر من ان هو العين يتحط فين؟ تدخله فين؟ في جهاز كبير ويحصل له ايه؟ كلاستروفوبيا، وبيدي صوره حلوه جدا جدا جدا. الجهاز ده موجود في مصر مش موجود. دي صوره الام ار اي. صوره الام ار اي بالتعليق عليها ما بنقولش دنس، بنقول سيجنال انتنس، ان الصوره عباره عن اشاره. الاشاره دي يا اما تبقى هاي سيجنال انتنس يعني الصوره بيضاء، او لو سيجنال انتنس يعني الصوره ايه؟ سودا. او انترميديت بقى بنسميها ايزو سيجنال انتنس، يعني صوره ايزو لحاجه ثابته في الصوره عندنا، بتبقى ايزو للبصل، ايزو للسوفت تيشو اللي موجود كده يعني. الصور بتاعت السيجنالز بتاعت الام ار اي بنسميها اما عندنا حاجه اسمها تي 1 وتي 2، دي حاجه ليها علاقه بالفيزكس، ولما ان شاء الله باذن الله تكبروا وتخشوا الناس تخش تاخد برانش الاشعه تفهم بالتفصيل الفيزكس، ويعني ايه تي 1 ويعني ايه تي 2 ويعني ايه بروتون دينستي ويعني ايه فلير ويعني ايه ستير وكده يعني. اهميه الام ار اي ما فيش راديشن، ما فيش اكس راي راديشن، يعني كده العيان دي الكترومغنيتيك ويفز زي الويلز بتاعت الراديو والتلفزيون. اللي لازم نخلي بالنا منه في الام ار اي ان العيان ما يتحطلوش بيس ميكر، ان ده الكترو ماجنتيك ويفز بيبوظ الماجنتيزيشن بتاع اي حاجه متمغنطه. البيس ميكر ده متمغنط، لو العيان دخل بكارت ائتمان في جيبه او حاجه من الحاجات اللي هي شبه كارت الائتمان ممكن تبوظ، العيان ده ما يبقاش جواه حاطط اي حاجه ميتال في جسمه، ان الحاجه الميتال دي لو مثلا حاطط اكسترنال فيكسيتور هيتسحب، من ده هاي ماجنتيك فيلد هيتسحب جامد جدا وهيلزق في الجهاز. المشكله ان العيان ممكن يتاذي وفي نفس الوقت ممكن تبوظ الجهاز بتاع الرنين. انك برضو تخلي بالك ان انت ما تخشش في جهاز الرنين بكرسي مثلا